صباح الخير، النهاردة هنتكلم عن أحلى وأجمل مكنة إسبريسو، وهي نسبريسو إيسينزا ميني. المكنة دي يا جماعة بصراحة جميلة جدا شكلا وموضوعا. شكلها زي ما انتوا شايفين صغيرة كده وما بتاخدش مكان، بصراحة بتدي نتائج جميلة جدا في الإسبريسو ويعني والكابتشينو واللاتيه والحاجات دي كلها. مبدئيا كده انا اشتريتها من موقع نسبريسو نفسه، هما بيعملوا عرض كل سنه، بيبقى 35 علبه نسبريسو، وبناخد معاهم المكنه دي هديه. فطبعا العرض ده كان بالنسبه لي جميل لان انا بحب جدا اشرب الاسبريسو عامه، فجبته على طول وكان عرض بالنسبه لي جميل جدا. تعالوا كده نشوف مكونات المكنه دي. هي طبعا فيها بتشتغل، اي زرار بندوس عليه من دول يا اما لونجو يا اما اسبريسو، وبيجي معاها برضو خزان ميه، وده الدريب تراي بتاعتها، وده برضو الدرج اللي هو اللي بيقع فيه الكبسولات اول ما بتخلص. كده اول ما احنا بنشغل المكنه الزراير دي بتنور وتطفي، وبعد كده اول ما بتثبت يبقى هي كده جاهزه على التشغيل. يعني بتاخدش حدود 20 ثانية وبتخلص. نبتدي كده نحط الكبسولة، كبسولات طبعا نسبريسو. تعالوا كده نجرب نعمل اسبريسو، دوس كده على الزرار. صراحة يعني صوتها يعني أحلى صوت مكنة تسمعه بعد طبعا صوت مكنة الـ ATM، يعني صوتها جميل جدا مميز. وبصراحة ريحة القهوة، أنا جربت كبسولات كتير بس بصراحة أحلى كبسولات فعلا كبسولات نسبريسو، يعني كبسولات قوية جدا وريحتها مميزة جدا وقوية. بعد كده نعمل كده كابتشينو. ادي يا جماعة الاسبريسو، استخلاصها جميل جدا للاسبريسو. اول ما بنفتح بتقع الكبسولات في الدرج بتاع المكنه. برضو تعالوا نعمل كابتشينو، بس لما نيجي نعمل كابتشينو بنشيل الدريب تراي ده عشان الكوبايه كبيره. تمام كده هي خلصت. ممكن بقى نفوم اللبن بالفرنش بريس لو هنعمل لاتيه او كابتشينو. انا قبل كده عملت فيديو عن استخدام الفرنش بريس وانا هسيبه لكم في الكومنت. تمام، تفوم يا جماعة كده، وعملنا كمان بيها كابتشينو جميل جدا صراحة، يعني جميلة جدا، يعني تاخد 10/10 بصراحة، يعني كشكل وكاستخلاص الاسبريسو وكده. تاني حاجة احنا ان شاء الله يعني هنعمل فيديوهات عن افضل نوع لكبسولات الاسبريسو الايام الجاية، وبرضه هنعمل افكار جديده بالكبسولات، يعني دول 35 علبه يعني هيبقى في افكار كتيره طبعا فيهم وكده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى تشتركوا معانا في القناه، قناه صباح القهوه، ونشوفكم في فيديو جديد. شكرا للمتابعه.